السلام عليكم، مرحبا بكم الناس جي اس كاد. دوك نعطيكم تشوفوا الفيديو وتصريحات ايت عثمان وزكريني. ايت عثمان قال لك شبيبه قبائل راهم حاقرين على المره الثانيه على في ملعب اول نوفمبر. شبيبه قبائل تحرم من الفوز ومن ضربتي جزاء الاولى مع مقرى، هذه المره مع اتحاد خليج. شاهدوا ماذا قال زكريني وايضا ايت عثمان لتقريب، يبدو انه غضب من ضربة جزاء التي لم تمنح لشبيبة القبائل. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق بصوت. والتأكيد من زكريني أنها ضربة جزاء. هو لم يستحق، ما داش كامل الكرة، شوف مباشرة لرجل اللاعبين عرقلة واضحة داخل منطقة العمليات. من لم يلعب لا الكرة لعب مباشرة لعب اللاعب. حالة مؤخرة في هذه المباراة وكانت منعرج أيضا مثل ما حدث أيضا في مباراة مقرى، حالتين متتاليتين لفريق شبيبة القبائل في مباراتين متتاليتين بميدان. ونذهب إلى آخر مباراة مصيع الخاصة بهذه مباشرة عرقلة واضحة، ضرب الجزاء شرعية صحيحة لا غبار عليها، لم يعلن عنها السيد الحكم.